السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخوتي متابعي مدونة الأرباح، مرحبا بكم. اليوم في درس جديد سأعلمكم طريقة ربح البيتكوين بطريقة سهلة وبدون أي مجهود. نعم، بطريقة سهلة وبدون أي مجهود. بالنسبة للإخوة الذين سيقولون لي ما هو البيتكوين وكيف سأربحه وكيف سأقوم بسحب أموالي إلى آخره، فبكل بساطة أكيد أنك إن البيتكوين ببساطة هي عملة المستقبل، وهي عملة إلكترونية. الممتاز فيها أنها سهلة السحب، وأنها يعني كما نقول ليس هناك رسوم لإرسال أو استلام النقود عن طريق البيتكوين. وسأقوم بدرس بإذن الله بعد هذا الدرس يعلمكم طريقة سحب أموالكم سواء للباي بال أو نيدلر أو غيره من محفظتك في البيتكوين. كما قلت، درس اليوم ستتمكن وستتعلم طريقة جمع البيتكوين بطريقة بسيطة. فقد جمعت لك بعض المواقع أخي التي ستجمع عن طريقها البيتكوين، وبإذن الله إن قمت بالعمل كما سأفسره في هذا اليوم ستربح بإذن الله بما قدره 1 بيتكوين شهريا، أي ما يعادل 246 دولار. أولا طبعا ملاحظة صغيرة، أن كل الروابط ستجدونها أسفل الفيديو إن شاء الله. أولا، لجمع البيتكوين تحتاج محفظة أو مكان يعني ستجمع فيه البيتكوين، محفظة. لذلك نتوجه إلى هذا الموقع ثم نقوم بعمل يعني حساب كري مون كونت والت جراتوي. والآن تضع إيميلك والباسورد. الباسورد لابد أن يكون يعني صعب، لأن الموقع حمايته كما تلاحظون قوية جدا. ثم كونتيني، كونتيني، ويقول لك أنه أرسل يعني معلومات حسابك في الإيميل حتى تقوم بتفعيله، فنضغط على إيميل التفعيل ونضع الكود مرة أخرى أو الباسورد الذي قمنا بإنشائه. كما قلت، الباسورد لابد أن يكون متكون من رموز وحروف وأرقام، وحتى يقبله الموقع لأنه أهم شيء. وكما تلاحظون هذا هو يعني عنوان البيتكوين الذي ستستعمله في سحب أموالك. البيتكوين يعني سأعطيكم لمحة بسيطة، البيتكوين ليست كالعملات الأخرى أو البنوك الإلكترونية التي تتعامل بالميل أو غيره. البيتكوين تتعامل بهذه الأدريس، يعني هذه الأدريس أو هذا العنوان بكل بساطة هو المعرف الوحيد بالنسبة لهذه المحفظة أو بالنسبة لك. لا يستطيعون أن يعرفوا يعني اسمك أو عنوانك أو إلى آخره، ولكن هذه الأدرس هي يعني لا يضر إن أعطيتها لأحد آخر، ولكن هذه الأدرس هي المعرف الوحيد لكل إنسان. وهذه الأدرس التي هي ما سنستعمله في المواقع التي سأريكم إياها بعد قليل. سنضغط كوبي لأننا سنستعمله في أغلب المواقع، وسأبدأ بهذا الموقع. أنا بالنسبة لي صراحة أعتبره الأفضل في جمع البيتكوين.
نضغط هنا ثم نضع الكبشة، ثم ثبت، ننتظر قليلا. يقول لي انتظر قليلا، انتظر 10 دقائق حتى تقوم بجمع نقودك. سأفسر لكم مبدأ أعلم الموقع. الموقع يعني يعمل كل ساعة بالضبط، وتستطيع أن تربح من 100 إلى 2000 ساتوشي. الساتوشي طبعا هو العملة المصغرة للبيتكوين، وتستطيعون أن تبحثوا في الإنترنت كم من ساتوشي حتى تحصل على واحد، يعني على واحد بيتكوين. بالنسبة لسحب الأرباح، ستسحبها مباشرة يوم السبت أو الأحد، ستحول مباشرة إلى حسابك في يعني في البيتكوين. كما قلت، هذا الموقع أعتبره الأفضل حاليا في الربح، يعني بسيط جدا. تجلس على الإنترنت، لا تفعل شيء، تترك الموقع يعمل، وكل ساعة يعني سيعطيك يعني من 100 إلى 1000 ساتوشي. الموقع الثاني هو هذا، موقع سهل. تأتي إلى هنا، تضع الأدرس كالعادة، فهي المعرف الوحيد، وتنتظر قليلا. فيقول لك هنا تنتظر 10 دقائق فستربح 0.00000 1500 بيتكوين. لا تحتقر هذا المبلغ، ف البيتكوين كما قلت يعني 1 بيتكوين مساوي 241 دولار. وكما تلاحظون كل 10 دقائق ستربح، وهنا ستنتقل في السيستم. سهلة جدا العملية. نذهب إلى الموقع الثالث وهو هذا، تضع البيتكوين أدريس كالعادة. سأغير الكبشة، هذه صعبة جدا. هنا سأكتب الكبشة، على جو. وكما تلاحظون الموقع سهل جدا. هنا سيكون رصيدك في البيتكوين، تضغط على تشيكين، وانت وحظك يعني ممكن ان تربح 15 إلى 100 ألف ساتوشي. هنا كما تلاحظون ربحت 250 ساتوشي، يعني كل ربع ساعة كما تلاحظون، عفوا كل 5 دقائق ستعيد الكرة، ستضغط على تشيكين و تجرب حظك من 15 إلى 100 ألف ساتوشي. هذا بالموقع الثاني. كما قلنا كالعادة بالنسبة للسحب، سيحول ستضغط على يعني payment. نعم، every Monday، يعني كل Monday سيحول السحب آليا إلى حسابك في البيتكوين، إلى محفظتك التي أنشأناها منذ قليل. إذا تجاوز الحساب 0.459 بيتكوين. نذهب إلى الموقع الرابع، أو الموقع الرابع هذا هو.
الموقع الرابع، يجب أن تقوم بإنشاء حساب. سنضع البيتكوين أدرس كالعادة، ونضع باسورد و ايميل ادرس. نتركها كما هي. ثم الكابتشا، ثم ساين اب. الموقع يعطيك كل ساعة بين 0. هذه الأصفار بيتكوين إلى 0.8، أنت والرقم الذي يعني سيخرج لك هنا. الموقع يعني عندي فيه حساب، وقد يعني رأى الاي بي الذي اسجل به. وكما قلت، ستضغط هنا على تشيك، وعندما تضغط على تشيك، ان كان الرقم الذي حصلت عليه من 0 إلى 985 ستربح هذا المبلغ، وان كنت محظوظ وحصلت على 10,000 ستحصل على 0.8 بيتكوين. 0.8 بيتكوين مساوي لتقريبا 200 دولار، مبلغ يعني رائع لو كنت محظوظ. أتمنى أن الدرس اليوم قد أعجبكم. أتمنى أن تزورونا دوما في مدونة الأرباح، يعني لكل الجديد والربح من الإنترنت. طبعا للحصول بطريقة بسيطة على المدونة، يكفي أن تكتب مدونة الأرباح في جوجل، فستجدونها في الصفحة الأولى وفي الموقع الأول إن شاء الله. أتمنى أن يكون الدرس اليوم قد أفادكم، وشكرا لمتابعتكم.